السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح histology of the eye. إن شاء الله يبقى على 2 lectures. الفيرست النهاردة بإذن الله هنبدأ نشوف the structure of the eyeball. لازم نبقى عارفين إن الـ eye is formed of three coats or three layers. اللير الأولى هسميها الأوتر فايبرس لير اللي مرسومة باللون الموف زي ما إيدي ماشية كده، ودي عبارة عن two parts. Anterior one sex ده الكورنيا، and posterior other parts ودي بتعمله السكلير. يبقى ده الاوتر فايبرس كوت، وهنعرف ليه اسمه فايبرس دلوقتي. اللاير التانية اللي هي بتبدأ باللون اللبني من عند الكيرسور اهو كده زي ما انا ماشية اهو، اللاير التانية او الوسطانية الميدل كوت اللي هي بتبقى highly vascular layer بسميها اليوفيا or uvial coat. عشان تيجي اللاير التالتة والأخيرة اللي هي عبارة عن النيورونال كوت or tunic، وبتبقى formed by the retina. طيب نحاول مع بعض كده نرسم الكوتس الثري كوتس اللي اتكلمنا عليهم. لو بدأنا زي ما اتفقنا بالأوتر فايبرس كوت، يعني معلش برضو في الرسم اهو، دي الانتيرور سكس اللي هي عبارة عن الكورنيا، وبعدين باقي الفايف بارتس اللي بتمثلهم السكليرا. تمام تمام ده الفيرست كوت. طيب اللي بعد كده ده الفاسكولار كوت اللي هيبقى معمول مينلي واتس كولد كورويد اللي انا برسمه كده لورا، ومن قدام يبقى فيه شكل تريانجولار ان شيب كده، من هنا من هنا كده تطلع منه بعض الليجامنتس. هنشوف ليه دلوقتي، ده اهو اهو من هنا ليجامنت ومن هنا ليجامنت، وكمان من قدام هيبقى في اكستنشن تاني كده وكده من هنا، ولكن الاكستنشن ده هيبقى فيه هول هول اريا نقطة كده او منطقة فراغ. ايه بقى دول؟ زي ما اتفقنا الجزء الاولاني اللي هو ده، الجزء الاول ده اللي انا رسمته في الاول ده الكرويد، كل ده هناخده بالتفصيل دلوقتي. يمتد منه قدام جزء سك شوية triangular in shape اسمه السيلياري بودي، السيلياري بودي or process. تمام السيلياري بودي بيبقى شابك فيه مجموعة من الليجمنتس، هنعرف ليه دلوقتي بس نخلص الكود ده ايه. وبعدين لقدام شوية كمان بيبقى فيه extension تاني، بيبقى فيه بيجمنتد سيلز بتبقى ورا الكورنيا على طول اهو زي ما احنا شايفين المنطقه دي ورا الكورنيا. طبعا كل الكلام ده حوالين داير، بس انا برسم سكشن قطاع حوالين داير. الجزء ده اسمه الايرز، او لو انت بصيت كده في عينك هتلاقي فيه جزء ملون في منتصف العين
واتيفر بقى، بني، ازرق، داركلي خالص بنقول عليه اسود، اخضر، واتيفر. دي الايرز، ودي جزء من الكوت الثاني اللي هو الهايلي فاسكولار لاير اللي هو اليوفيا. تمام. طيب الايرز بيبقى فيها هول في النص، منطقة فاضية كده، البؤبؤ بتاع العين، لا انسان العين، اللي هو انسان العين، الديفكت اللي هنا او الحتة الفراغ اللي هنا ده اللي من خلاله هينفذ الضوء لللاير الثالثة. انهي لاير الثالثة دي؟ اللاير الثالثة اللي هي عبارة عن الريتنا، اللي بتبدأ من بعد السيلياري بودي كده، اهو اللاير الثالثة، تمام، لحد هنا. وده الكوت التالت اللي هو مين؟ الريتنا. يبقى انا عندي دلوقتي الاي از فورمد اوف ايه؟ 3 كوتس، اوتر فايبرس كوت، وهنعرف ليه اسمه فايبرس دلوقتي، عباره عن من قدام كورنيا وجنبها لحد حوالين داير الاي كلها السكليرا. طيب اللاير الثانيه عباره عن هايلي فاسكولار لاير فورمد مينلي باي ذا كارويد، الجزء الاحمر الكبير اللي من ورا ده، اللي انتيريورلي بيبقى فيه تريانجلر سيكر اريا، تمام، اسمها السيلياري بودي، تمام، ومن قدام بيكمل السيلياري بودي از الايريس. قلنا هنا في ليجامنتس، ايه الليجامنتس دي؟ الليجامنتس دي اللي هتبقى شايله او معلقه اللينس اوف ذا اي، اللينس هنا هيبقوا متعلقين باي ذا ليجامنتس اوف ذا سيلياري بودي، متعلقه هنا في السيلياري بودي. يبقى اللي انا رسمتها هنا دي مين؟ اللينس، تمام، اهي خليها كلها كده، دي ايه؟ دي اللينس، اللينس اوف ذا اي، دي عدسه العين اللي الضوء هيمشي، الضوء هيجي من بره كده على الكورنيا، ومن الكورنيا يدخل من خلال الثقب اللي سميناه البيوبل او انسان العين، يقع على الايه؟ اللينس، تمام، وبعدين يدخل يكمل الضوء علشان يوصل للريتنا، ويبتدي يحصل ستيميوليشن لمين؟ للريتنا عن طريق الفوتوريسبتورز زي ما هنشوف في المحاضرة الثانية، الرودز اند كونز. طيب برضو هنا لو انا بصيت كده، العين اتقسمت بالسيلياري بودي واللينس، السيلياري بودي اهو هنا وهنا، واللينس في النص، تمام، السيلياري بودي برضو هنلونه كده اهو، الترينجلر اريا دي، تمام، فكده الكورة بتاعتي دي اللي انا رسمتها اتقسمت لاتنين كومبارتمنتس اهو، الدنيا هنا قفلت خالص اهو كده. فبقى عندي دلوقتي السيلياري بودي على الناحيتين واللينس في النص، قسم الاي لاتنين كومبارتمنتس، انتيريور تشامبر وبوستيريور، انتيريور تشامبر خلاص اللي هو في المنطقة دي حد هنا، وبعدين في اريا تاني ورا اهي، هتبقى اوكيبايد بجيلي لايك ستراكشر اسمه الفيتراس بودي. يبقى هنا يبقى في مين؟ الفيتراس بودي، ده جيلي لايك ستراكشر اسمه الفيتراس بودي، اللي مين اللي بيعمل سبورت للريتنا، يعمل لها فيكسيشن في المكان اللي هي فيه، مالي المكان ده عشان ما يحصلش كولابس للاي بول، تمام. تمام، المنطقه الانتيريور بقى دي عباره عن جزئين، جزء قدام الايريس، ما بين الايريس، ادي الايريس اهي، تمام، وما بين الكورنيا، المنطقه دي خلاص اللي ورا الكورنيا اسمها الايه؟ الانتيريور تشامبر. طيب وجزء تاني ورا الايريس، ما بين الايريس او البوستيرور سيرفيس بتاع الايريس وما بين اللينس، اسمها البوستيرور تشامبر. هنا وهنا في ليكويد،
ليكويد اسمه الاكواس هيومر. ده بس كده مبدئيا. طيب نكمل مع بعض بقى ونبتدي نشوف لير لير هي اسمها كده ليه وايه المواصفات او الكرايتيريا بتاعتها. لو بدأنا بالاوتر فايبرس كوت وهنرجع تاني اهو نفتكر مع بعض، ادي الجزء ده كده عبارة عن الكورنيا بقيه كده اهو نكمل الكورة السكليرة، وبعدين الجزء البنك اللي تحت اللي بيبتدي من هنا دي الايرس وادي السيلياري بودي اللي قلنا تراينجلر ان شيب خلاص، وطالع منه شوية ليجامنت علشان تشيل او تسسبند اللينس تمام اهو واحنا ماشيين كده، ده السيلياري ايه بودي. وبعدين من اول هنا كده لورا كل البنك اللي في النص ده عبارة عن الكورويد. طيب وبعدين تيجي اللاير التالتة الريتنا اللي هي لونها بيج شوية كده دي اهي الريتنا تمام تمام طب ايه اللون الجزء اللي هو شكله اورنج ده او برتقاني شويه؟ ده الفيتراس بودي اللي هيملى الايبول عشان ما تقفلش عشان ما يحصلش كولابس ليها خلاص، وبالتالي يعمل فيكسيشن الاستراكشرز في مكانها. طيب وزي ما اتفقنا هنا ما بين الايه الكورنيا اهي وما بين الايرس في الانتيريو تشامبر وما بين الايرز واللينس في سبيس صغير خالص اسمه البوستيريو تشامبر اهو هنا. الاثنين هنا دول فيهم ايه؟ اكواس فلويد يعني سائل، سائل عادي سائل مائي، لكن هنا سائل ايه؟ زلالي ماشي جيري لايك ستراكشر بتاع الفيتراس بودي. طيب نبتدي بقى نشوف الكورنيا. ايه هي الكورنيا؟ انت حضرتك دلوقتي شايف الجزء الملون ده اللي في عينك تمام، اتفقنا مين اللي بيعمل اللون ده؟ دي الايرس اللي هي هنا دي اهي تمام continuous sheet، وفي النص فيها هول اللي هي الجزء الاسود ده اللي بيدخل منه الضوء جوه عينك. طيب هل الايرس دي هي لا ده في كفر قدامها او في حاجه قدامها في المنطقه دي فوق الايرس فوق كل الجزء ده كده اسمها مين؟ الكورنيا او القرنيه. طيب وباقي زي ما اتفقنا الجزء الابيض ده هو السكليرا اللي هي دي القزحيه تمام، السكليرا اللي هو ده الجزء ده، يبقى حوالين فوق الايرس كده في الكورنيا. طب ومن الجناب ده الجزء الابيض خالص ده دي السكليرا تمام. طيب نبتدي نشوف بقى الاستراكشر اوف كورنيا. انا عندي دلوقتي الاستراكشر عباره عن حاجتين أساسيتين اللي هم مين؟ اللي هم من بره أي حاجة أهي من قدام أهي exposed to outside لازم تبقى covered by what؟ covered by epithelium. طيب which type of epithelium؟ هيبقى البروتكتيف تايب اوف epithelium اللي هو مين؟ stratified squamous زي ما احنا شايفين كده stratified اهو مجموعة من اللايرز اهم، ده الابيسيليم اهو نكبره، الابيسيليم ده أول لاير أهي عبارة عن ستراتيفايد زي ما احنا شايفين كل ما بنطلع بيحصل سكوميشن أو بيحصل فلاتنينج أوف سيلز فبيدينا التايب اللي هو الإيه؟ السكويمس السكويمس ابيسيليم اللي هو ستراتيفايد كذا لاير سكويمس ابيسيليم. طيب هل في كيراتين على السيرفس؟ لا طبعا ما فيش كيراتين على السيرفس تمام؟ يبقى which type stratified squamous non-keratinized epithelium. طب احنا متفقين من سنة أولى أي epithelium يبقى لازم resting على what؟ basement membrane. البيزمنت ممبرين هنا هنديه اسم هسميه الباومنز ممبرين وهقول عليه layer لوحده. يبقى أنا عندي أول two layers الepithelium والبيزمنت ممبرين اللي هو lying عليه. يبقى stratified squamous non-keratinized epithelium ادي 1 layer من بره اهو، تحتيه البيزمنت ممبرين بتاعه بس هسميه باسم هسميه الباومنز ممبرين تمام. طيب واتفقنا ان الابيثيليوم دايما افاسكولار يبقى لازم تحته الكونكتيف تيشو بتاعه تمام كده. يبقى تيجي layer تانية كبيرة ودي المين bulk of the cornea عبارة عن كونكتيف تيشو تمام.
اسمه الايه؟ هنسميه برضه، هنسميه سبستانشيا بروبريا، ولكن هو اصلا عباره عن كونكتيف ستروما. تمام كده؟ تمام. من جوه يبقى كمان لازم هو زي ما هو كفرد من بره، لازم هيبقى لايند من جوه، هيبقى لايند بسيمبل لاير من السكويموس سيلز. تمام، هسميها الكورنيال اندوثيليوم. طيب اندوثيليوم يعني ايبيثيليوم يعني برضه هو كمان ريستنج على وات، على بيزمنت ميمبرين اهو اللي باين هنا، ده خط البنك الفاتح شويه دوت تحت الايبيثيليوم، ده الايبيثيليوم فوقيه سنه اهو، في خط كده بينك ماشي عباره عن البيزمنت ميمبرين بتاع مين؟ بتاع الاندوثيليوم، هسميه الديسمتس ميمبرين. اشمعنى هو ما ياخدش اسم؟ هياخد اسم هو كمان، هسميه ديسمتس وات؟ ديسمت ميمبرين. طيب يبقى نرجع تاني نقول اللايرز من بره لجوه. اول حاجه ايبيثيليوم ويتش تايب ستراتيفايد سكويمس نان كيراتينايزد، وبعدين يجي تحته اللاير اللي هي البيزمنت ميمبرين اللي هسميه البومانز ميمبرين، وبعدين تيجي الكونكتيف تيشو لاير او كونكتيف تيشو ستروما اللي هسميها سبستانشيا بروبريا، ودي المين بالك بتاعت الكورنيا. تمام، وبعدين يجي علشان هنا الاندوثيليوم هو وشه لجوه والبيزمنت ميمبرين ناحيه البيزمنت ميمبرين بتاعته ناحيه الستروما، فهقول الاول الديسمنت ميمبرين وبعدين اقول الايه الكورنيال اندوثيليوم. ده الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع الكورنيا. تمام كده. في هنا كاركتر مهمه جدا، ايه هي؟ احنا متعودين دايما ان اي كونكتيف تيشو بيبقى ماله فاسكولار، هنا الكونكتيف تيشو ده افاسكولار. افاسكولار يعني مفيش بلود فيزل بيقدر يخترق الكونكتيف تيشو بتاع مين؟ بتاع الكورنيا. تمام، طب ليه يا ترى؟ عشان لو في بلود فيزل هنا مش ماشي هنا ومش موجود هنا واحد تاني موجود هنا، هيبقى في ريفراكشن بقوة مختلفة فيؤدي الى بليرنج اوف فيجن. انا هبتدي ايه العين تعكس او الكورنيا تعكس الضوء او تمرر تنفذ الضوء من خلالها، سوري هتنفذ مش هتمرر مش هتعكس، هتنفذ الضوء من خلالها بس عن طريق كذا لاير مختلفة. يعني هنا في بلود فيزل والنقطة اللي جنبها ما فيهاش بلود فيزل، يبقى الضوء وهو داخل من هنا هيعدي على ريفراكتيف اريا خلاص مختلفة خالص عن اللي هنا، فيحصل انكسارات ويحصل لخبطة في الضوء. تمام، فألاقي هنا البلود سبلاي غير موجود، يبقى الاستروما او الكورنيا افاسكولار. طيب في كاركتر مهم تاني جدا، ايه هو؟ انها ترانسبيرنت. يعني ايه ترانسبيرنت؟ يعني شفافة خالص، شفافة جدا، شفافة زي الهواء كده، انت ملهاش لون. طب ايه السبب رغم ان في هنا كونكتيف تيشو سيلز وفايبرز وكل حاجه، وفي ايبيثيليوم هنا وايبيثيليوم هنا، يعني تقريبا شبه السكن بس من غير كيراتين. سبحان الله، نلاقي الترانسبيرنسي والترانسليوسنسي بتاعها due to highly regularity of arrangement بتاعت الخلايا. الخلايا هنا ماشيه ريجولار بشكل سبحان الله فظيع. تمام، مفيش blood vessels فقلنا الريفراكشن هيبقى ايه؟ كله زي بعضه. تمام كده. طيب في اسباب تانية تخليها transparent؟ في اسباب تانية وtranslucent. ايه هي الاسباب؟ قلنا الابيثيليوم دي اول سبب highly regular، والسبستانشيا بروبري يعني الكونكتيف تيشو بتاعها هايلي ريجولار وافاسكولار يعني فيهاش بلود فيزلز. بلس كده ايه كمان؟ السيرفيس بتاع الكورنيا الابيثيليوم الموست سوبرفيشال اللي فوق خالص على السطح بتاعها خلاص بيبقى فيه شورت ريجولار برضو مايكروفيلاي خلاص بتمنتين كونتينيوس تير فيلم بيبقى كله قد بعضه في الثيكنس، وبرضه ما يحصلش ايه ريفراكشن
مستويات مختلفة. خلاص، يبقى ده الكوز اوف ترانسبيرنسي اند ترانسلوسنسي اوف كورنيا. عرفنا الاستراكشر بتاعها، خمسة لايرز من بره لجوه قلناهم سهلين جدا، ابيسيليا من بره وابيسيليا من جوه، بس هنسميهم ستراتيفايد سكويما حسب الطبع التايب طبعا. ستراتيفايد سكويما نان كيراتينايزد من بره، ومن جوه اندوسيليوم لو سمبل سكويماس لاير. هما الاثنين كل واحده فيهم ريستنج على بيزمنت ميمبرين. هسمي اللي من بره بتاع الستراتيفايد سكويماس هسميه الباومانز ميمبرين، وهسمي اللي من جوه اللي ناحيه الاندوسيليوم هسميه الديسمتس ميمبرين، وما بينهم هو الكونكتيف تيشو اللي عامل السبورت والمين بالك اللي بيبقى افاسكولار. خلاص، وكمان الكولاجين فايبرز اللي ماشيه فيه ماشيه ريجولر بشكل فظيع، والفايبروبلاست ماشيه ريجولر بشكل فظيع عن سقم. تمام، اللي اسمه سبستانشيا ايه بروبريا. ده كده الاستراكشر بتاع الكورنيا. خلاص، اللي هو الجزء اللي بيلمع الشفاف اللامع اللي فوق المنطقه الملونه في عينيك. تمام، دي اسمها الايه الكورنيا. الكورنيا طبعا بتبقى هاي انرفيتد برضو على فكره. تمام، طيب علشان نشوف بقى السكليرا، ايه السكليرا ده؟ ده باقي الفايبرس كوت. قلنا الفايبرس كوت اللي هو الاوتر كوت فايبرس، فايبرس علشان فيه كونكتيف تيشو، علشان فيه كولاجين في الكونكتيف تيشو بسميه فايبرس كوت. خلاص، ال باقي الخمس اسداس من هنا وجوه بقى حوالين داير الاي بول كده. لو انت متخيل معايا مثلا اي انيمال او اي حاجه مطلعين العين بتاعته وبنبص عليها، خلاص بقيها كده، هتلاقي بقيها من جوه ده الابيض زي كده وابيض من هنا برضو حوالين داير كل الكوره. اوكي، اهو كده كل ده عباره عن سكليرا اهو الاوتر كوت. تمام، طيب ايه بقى السكليرا دي وليه لونها ابيض كده؟ ابيض بقى زي ميلك، زي الميلك بالظبط ابيض. ليه؟ هي برضو عبارة عن connective tissue mainly. خلاص، عبارة عن ايه؟ connective tissue mainly. انهي طيب من connective tissue؟ عبارة عن ال dense irregular collagenous connective tissue. فاكرين لما اخدنا ال tendons وال type of connective tissue اللي كان بيبقى موجود في التندونز والسكليرا مختلف عن الconnective tissue اللي كان في الكورني. كنا بنقول في التندونز والسكليرا الاثنين بيبقى فيها كميه كولاجين كبيره، لكن كان في فرق كبير ما بينهم هما الاثنين. في التندون كان الكولاجين فايبرز بتمشي ريجولر، لكن قلنا في السكليرا لما خدنا كونكتيف تيشو زمان قلنا لا، هنا الكونكتيف تيشو فايبرز بتبقى ماشيه ايريجولر، عشان كده تديني اللون الابيض والاوباسيتي والعتامه انها تبقى غير منفذه للضوء. يعني دي not transparent، غير منفذة للضوء للسكليرا. ليه؟ سبحان الله، علشان يبقى بس دخول الضوء من هنا، تدخلش بقى ضوء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وفي الاخر كل اشعة جوه تتخبط في بعضيها ما اشوفش حاجة. لا، عشان اشوف كويس الضوء ما بيعديش او لا يمر الا من خلال هذا الثقب اللي ما بين الايه الايس. تمام، يبقى هنا ده اوبيك علشان الارجولاريتي بتاعت كولاجينس الفايبرز، واوبيك ليه؟ علشان لا يسمح بنفاذ الضوء، الضوء ما ينفذش غير من هنا بس، المنطقه اللي فيها مين؟ الكورنيا. تمام، فلو جيت بصيت هنا على السكلير الاقيها بقى الريجولار، لا الدنيا اهو المنطقه دي كلها كده من هنا لهنا دي السكلير. تمام، طب ايه ده اللي من هنا؟ دي الماسلز اللي بتبقى ماسكه الاي، ده اناتومي بقى. خلاص، في الاي بول ده من بره خالص، خلاص ما بينها وما بين البونز بتاعت الايه الاي كافيتي. تمام، الاوكيلار كافيتي. طب ومين ده؟ دي اللاير اللي تحت السكليره الملونه اللي هنشوفها دلوقتي. خلاص، طيب انا هنا عندي في منطقه جانكشن او ترانزيشن ما بين الكورنيا وما بين السكليره على الحافه كده بتاعت الخط البني ده بتاع اخر الايريس كده، بيبتدي تتحول الكورنيا من هنا لمين؟ لسكليرا. طب ايه التشينجز اللي ممكن تحصل اللي هو في المنطقه دي كده اهو نهايه الكورنيا وبدايه السكليرا؟ ايه التشينجز اللي ممكن تكون موجوده في المنطقه دي؟ تمام،
اولا انا هسمي هذه المنطقه ليمبس، اهي ما بين الكورنيا، نهايه الكورنيا وبدايه السكليرا، الحته دي تمام. يبقى دي ترانزيشن ما بين مين؟ ما بين الكورنيا اللي هي ترانسبيرنت زي ما قلنا، والاوبيك اريا اللي هي مين؟ السكليرا. طيب ايه الكاركتر اللي يميز الحته دي عشان كده انا سميتها ليمبس؟ الحدود ما بين الاثنين. اولا هايلي فاسكولار، الكونكتيف تيشو اللي هنا بقى هايلي فاسكولار. ليه هايلي فاسكولار؟ علشان يغذي الكورنيا اللي هي فاسكولار، مش في خلايا وفي دنيا هنا، محتاجين نورشمنت، محتاجين اكسجين، محتاجين جلوكوز في المتابعه وان سو اون. فهنا الاريا بتاعه الليمبس بتبقى هايلي فاسكولار، اللي هنا هايلي فاسكولار علشان يغذي الخلايا بتاعته، وكمان عن طريق الديفيوجن هيغذي خلايا مين؟ الكورنيا. تمام. طيب الابسيليال لايننج هيبقى كونتينوس مع البالبيبرال كونجنكتيفال، الكونجنكتيفال اللي هي الملتحمه هناخدها في الجزء الثاني. الباومنز كبسول اللي هو الاستراتيفايد سكويمس ابسيليام بيزمنت ميمبرين، ماشي بيزمنت ميمبرين بتاع الاستراتيفايد سكويمس لايننج بتاع الكورنيا هيتقلب ويتحول، ماشي، ليه كونكتيف تيشو برضه ريتشين وات ان بلاد سبلاي. تمام. طيب الكولاجين اللي كان هايلي ريجولر في الكورنيا هيبتدي يبقى ايريجولر في مين؟ في السكليرا. تمام. تمام. طب والديسمنت ميمبرين والاندوسيليوم او الاندوسيليال لايننج بتاع الكورنيا ابرابتلي ديسابيرد، مش فجأة كده هنلاقي مفيش. يبقى انا لو جيت قلت ايه الديفرنس ما بين الكورنيا والليمبس، هيبقى الحاجات اللي احنا قلناها دي. تمام. الديسمنت ميمبرين والاندوثيليوم هيختفوا، الكولاجين هيبقى irregular، خلاص. الباومنز كبسول هيبقى عباره عن كونكتيف تيشو ريتش ان بلاد سبلاي. تمام. طب والابيسيليا اللي هو ستراتيفايد سكويمس اللي فوق دوت اللي كان على السيرفيس بتاع الكورنيا هيروح فين؟ ده هيبقى الكونتينوس الكفر او اللايننج بتاع بدايه البابولار كونجنكتيف. تمام كده. يبقى دي منطقه الليمبس. في حاجه تاني هنا مهمه عند الليمبس، في حاجه تاني هنا مهمه عند الليمبس. طيب نشوف مع بعض تاني. هنا ادي اهي مين؟ الكورنيا، خلاص، ودي الايرس اهي الملونه الزرقاء دي الحلوه دي اهي. تمام. قلنا ما بين الكورنيا هنا والايريس في الانتيريو تشامبر اللي قلنا فيه فلويد. الفلويد ده بيبقى كونتينيوسلي بيتكون ويحصل له درينج. طب يحصل درينج فين؟ الاندوثيليال لايننج عند الليمبس، اللي هو المنطقه دي اللي هي الحته دي الاريا ما بين مين؟ الجانكشن ما بين الكورنيا والسكليرا. يبتدي الاندوثيليال اللي هنا يعمل زي كانالز، يبتدي يحصل درينج للإكواس هيومر اللي موجود هنا في الانتيريو تشامبر او في البوسيتش او في الانتيريو تشامبر، خلاص في المنطقه دي كده يبتدي يحصل درينج، ومنها يروح للايه؟ للفين، وبعد كده يروح للسيركيليشن ويبتدي يتكون غيره، خلاص. الكنالز دي اللي هي عباره عن زي ما اتفقنا عباره عن اندوثيليال channels or endothelial lined channels، يعني اسمها canals of Schlemm. canals of Schlemm بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في منطقة الليمبس هنا عند آخر الكورنيا وبداية السكليرا. الاندوثيليوم يعمل الريجولار channels بتعمل درينج للإكوس هيومر الموجود في الانتيريو تشامبر، وبعدين يبتدي يحصل درينج منه للايه؟ للفينز. طيب يحصل ايه لو الكنال في الشلامز دول بدا يبقى مثلا اوبستراكتد او اتقفلت؟ ايه اللي هيحصل؟ الدرينج اوف ايكواس هيومر هيقل، مش كده؟ طب لما يقل ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يحصل اكيوميليشن لمين؟ ايكواس هيومر، ويدينا ديزيز اسمه جلوكوما او الميه الزرقاء او ارتفاع ضغط العين، وده ان شاء الله تاخدوه بالتفصيل في الرمض كده. تمام. خلصنا الفيرست لاير، الكورنيا انتيريورلي، وبعدين كمالتها السكليرا،
والجانكشن اللي ما بينهم اسمه الليمبس، ايه التشينجز اللي بتحصل ما بين الكورنيا عشان يبتدي يظهر او تبقى تتغير للسكليرا. خلاص، ندخل على الميدل لير اللي هو الفاسكولار كوت، اللي احنا زي ما اتفقنا قلنا هيبتدي بمين؟ ادي الايريس، وبعدين السيلياري بودي دوت اللي هو تريانجلر ان شيب، وبعدين في الجزء الاكبر بقى والكبير اللي هو الكرويد اللي هو الجزء البنك ده كل ده. تمام، طيب ده اسمه فاسكولار كوت، يبقى على طول بالتبعية هيبقى ريتشن ايه ان بلاد فيزلز او بلاد سبلاي. طيب نبتدي ناخد كل جزء فيهم ونشوف الاستراكشر بتاعه عبارة عن ايه. اول حاجة نبتدي بالكرويد. الكرويد ده اهم ميزة فيه ان زي ما اتفقنا هايلي فاسكولار. مش بس كده، في كرايتيريا مهمة قوي جدا انه بيجمنتد لير. احنا شايفين زي ما لسه قايلين دلوقتي من قدام الايرز ملونه والسيلياري بودي ملون، الكرويد نفسه كمان ملون، هي اللير دي كلها ملونه بيجمنتد. تمام، طيب بيجمنتد ليه؟ علشان بيبقى فيها ميلانوسايتس كتير في الكونكتيف تيشو بتاعها. طيب والميلانوسايت ايه فايدتها؟ هتطلع ميلانين بيجمنت. طب والميلانين بيجمنت هنا اللي موجوده، البيجمنتس دي اهي زي ما احنا شايفين هنا كده اللي موجوده حتى ايفن في الكونكتيف تيشو حوالين داير، هتعمل حاجه مهمه جدا في امتصاص الضوء ومنع الريفلكشن اوف لايت، وبالتالي الضوء اللي هيقع يعمل استيميليشن مره واحده بس ويمتص، ما يرجعش بقى تاني جوه الاي بول رايح جاي رايح جاي ويعمل ايه كونتينوس استيميليشن، لا مش هيحصل الكلام ده. تمام، طيب يبقى مهم قوي نعرف ان الكرويد ده هايلي فاسكولار وكمان بيجمنتد علشان فيه بيجمنتد سيلز كتيره جدا. طب نشوف هو عباره عن ايه. الاستراكشر بتاعه عباره عن فور لايرز. بص معايا من هنا كده من تحت. تمام، من تحت. اوكي، عندي لير فيها كونكتيف تيشو المفروض هنا هسميها الابيكرويدال لير. الابيكرويدال لير دي عباره عن لوز اريولار كونكتيف تيشو بس. اللير التانية كونكتيف تيشو برضو بس هايلي فاسكولار، في ميديم سايزد بلاد فيزل زي ما احنا شايفين كده الدوائر الكبيرة دي. يجي بعديها لير من الكونكتيف تيشو التانية بس فيها سمول بلاد كابيلاريز، هسميها الكوريو كابيلاري لير. دي تلاقي البلاد فيزلز هنا اصغر من دول عشان دول عباره عن بلاد كابيلاريز، دول ميديم سايزد فيزلز ودول كابيلاريز. هسمي اللاير دي الكوريو كابيلاري لير. يبقى انا عندي دلوقتي كونكتيف تيشو لاير اسمها الابيكرويدال لاير، وبعدين كونكتيف تيشو لاير برضو بس فيها بلاد فيزلز كبيره اسمها الفاسكولار لاير، وبعدين كونكتيف تيشو تاني بس فيه بلاد كابيلاريز بس هسميها الكوريو كابيلاري لاير، وبعدين يجي بقى ممبرين كبير هنا هنشوفه دلوقتي وبيتكون من كذا حاجه بس مبدئيا دلوقتي هنقول عليه اسمه، كل الحته دي او المنطقه دي كلها اسمها البروكاس ميمبرين. ايه البروكاس ميمبرين؟ كده انا انهيت الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع الفاسكولار كوت او الفاسكولار لاير. هيجي بعديها مين؟ الريتنا. البروكاس ميمبرين هو اللي بيعمل سيباريشن ما بين الكرويد وما بين الريتنا، ودي بداية دي الخلايا البيجمنتد سيل بتاعت أول لير من اللايرز العشرة بتوع الريتنا زي ما هنشوف دلوقتي. خلاص، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه اللي هو المنطقة دي كده اهو زي ما ماشي كده، او نعملها بلون تاني. حاضر، اهو المنطقة دي كلها من هنا لهنا كده كل ده مع بعضيهم، وهنشوف الاستراكشر ده عبارة عن ايه. اسمه بروكاس ميمبرين. يبقى انا اللايرز ادي واحد
اتنين، تلاتة، خلاص، وادي الرابع اللي هو الايه؟ بروكس ممبرين. ده الاستراكشر بتاع مين؟ ده الاستراكشر بتاع الكرويد. تمام؟ يبقى هو عبارة عن كونكتيف تيشو، بس هقسمه لأربع ليرز. لير كونكتيف تيشو بس، لير تانية من جزء تاني من الكونكتيف تيشو بس في بلاد فيزلز كبيرة اسمها، هسمي المنطقة دي فاسكولار لير، وبعدين تبتدي تصغر البلاد فيزلز تبقى كابيلاريز، فعشان كده هسمي الحتة دي أو المنطقة دي كوريو كابيلاري لير. وبعدين يجي ميمبرين كبير اسمه البروكس ميمبرين اللي هيفصلني عن الريتنا اللي هي اللير التالتة اللي هي الانر نيرفوس كود. خلاص كده ده الاستراكشر بتاع ايه؟ الكرويد. طيب نشوف بقى مع بعض ايه هو البروكس ميمبرين. البروكس ميمبرين ده اللير الرابعة زي ما اتفقنا، من مين؟ من الكرويد، اللي هيفصل الكرويد لير اللي هو مليان بلاد فيزلز عن مين؟ عن الريتنا. دي اول لير في الريتنا اسمها بيجمنتد سيل لاير، خلاص، بيجمنتد ايبيثيليوم، الفيرست لاير اوف مين؟ اوف ريتنا. طيب نيجي نشوف الاستراكشر بتاعه هو عباره عن ايه اللي هو البروكس ميمبرين. تمام. طيب بس انا في الاول هقفل كده على دول، خلاص انا مش عايزاهم خالص اهو دلوقتي مؤقتا يعني. ركز معايا بقى فين، واقفل كمان على دول، خلاص انا مش عايزه كل ده. امال انا عايزه مين؟ انا عايزه الاريا دي، المنطقه دي، الزون دي، اهي من هنا لهنا. طيب هو ده البروكس ميمبرين، هي دي المنطقه دي اللي هتفصل الريتنا عن البلاد فيزلز اللي موجودين هنا عشان ما يشوش على الريتنا وعلى الفيجن. تمام. طيب يا ترى عباره عن ايه؟ اول حاجه عباره عن منطقه في النص كده عباره عن الاستيك فايبرز، جزء ده الاستيك ايه؟ فايبرز، يبقى كور من الالاستيك فايبر في النص. وبعدين يجي الكولاجين يقوي بقى ويتقل، يبقى حوالين داير من ايه؟ الناحيتين، يبقى الناحية دي والناحية دي ايه؟ كولاجين. طيب يبقى انا كده قلت ايه؟ البروكس ميمبرين اهو is formed of كور من الالاستيك فايبرز، عن ناحيتين من التو سيرفيسز في كولاجين فايبرز، وبعدين في حاجتين كمان، حاجة من الريتنا وحاجة من الكرويد. ايه الحاجتين دول؟ طيب نرجع نمسح تاني الجزء ده اهو، احنا قلنا مين الخلية دي اسمها ايه؟ اسمها دي اسمها ايه؟ البيجمنتد سيل لاير، الفيرست لاير اوف ريتنا. ريستنج على ايه؟ ريستنج مدام ايبيثيليوم يبقى ريستنج على بيزنس ميمبرين اللي هو لونه الرمادي ده، ده مشارك معانا في تكوين مين؟ البروكس ميمبرين. طيب وايه كمان؟ كمان همسح الجزء ده اهو، شايفين الكوريو كابيلاري لاير دي؟ الاندوثيليوم هنا بيبقى ريستنج على ايه هو كمان؟ على بيزمنت ميمبرين. يبقى هنا عندي بيزمنت ميمبرين او البيزا اللامنة بتاع الكوريو كابيلاري لاير، تمام، هنا اهو، وكمان معايا مين؟ وكمان معايا هنا البيزا اللامنة او البيزمنت ميمبرين بتاع مين؟ بتاع ال بيجمنتد ايبيثيليوم بتاع الريتنا. يبقى انا كده عرفت خلاص الاستراكشر، ادي الاستراكشر اهو تاني بتاع ايه؟ من هنا لهنا. ناخد خط كمان كده باي لون تاني، ناخد من اول هنا، خلاص هيبقى معايا هنا اهو مثلا كده، خليه ازرق، خليه بنفسجي عشان يبقى مختلف شويه. ناخد اللون ده اهو من اول هنا كده، كل ده مين؟ بروكس ميمبرين، خلاص، كور في النص من الالاستيك فايبرز، محاط من ناحيتين بكولاجين فايبرز، وبعدين عندي بيزمنت ميمبرين من الناحيه دي وبيزمنت ميمبرين من الناحيه دي. بيزمنت ميمبرين من هنا بتاع الكوريو كابيلاري ايه؟ اندوثيليوم، تمام، والبيزمنت ميمبرين من هنا بتاع البيجمنتد ايبيثيليوم بتاع اللير
بتاعت الريتنا. تمام كده، ده البروكاس ميمبرين. طيب نكمل باقي الفاسكولار كوت بعد ما اخدنا الكرويد، نكمل الجزء الترينجلر ان شيب لو احنا زي ما فاكرين، او زي ما قلنا الكرويد اهو تحت، وبعدين من قدام بيبقى فيه جزئين مهمين جدا. ادي ده السيلياري بودي اللي قلنا بيبقى ترينجلر ان شيب، ويدجت شيب كده ترينجلر. تمام، بيبقى طالع منه بعض الليجامنت زي ما احنا شايفين هنا علشان تبقى متعلقة فيها اللينس. طيب اخد الاستراكشر بقى واخدها، اخد كده الجزء ده وادخل بيه تحت الميكروسكوب واشوف الاستراكشر عبارة عن ايه. هلاقي الترينجلر شيب ده بتاع السيلياري بودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سموث مصل اسمها السيلياري مصل، شوية لوز كونكتيف تيشو طبعا فيها إلاستيك فايبرز، فيها بلاد فيزلز، فيها ميلانوسايتس كتيرة، والميلانوسايتس هنا هتديني لون برضو زي ما اتفقنا، احنا عندنا الأيريز ملونة والسيلياري بودي وكمان الكرويد كل ده ملون. تمام، فأنا المنطقة بتاعة السيلياري بودي زي ما اتفقنا mainly is formed of ciliary muscle smooth muscle، وبعدين كونكتيف تيشو مليان ايه؟ إلاستيك فايبرز وبلاد فيزلز وميلانوسايتس، وطبعا إلاستيك فايبرز جوه الكونكتيف تيشو اللي هو الكونكتيف تيشو فيه نيرفز وفيه بلاد فيزل وفيه كل حاجة. خلاص؟ تمام كده؟ ماشي. طيب إيه وظيفة الإلاستيك فايبرز اللي هنا والسيلياري ماسل؟ لما تكونتراكت السيلياري ماسل اللي هنا تحصل كونتراكشن، تروح شد على مين؟ على الليجامنتس دي اللي هي اسمها زونيولز. خلاص؟ وبالتبعية هتغير في شكل، لما تشد دي من هنا ودي تشد من هنا هيغيروا في شكل مين؟ في شكل العدسة. تمام؟ والعكس لو حصل ريلاكسيشن يبتدي يحصل تغيير تاني برضو، دي ترخي من هنا ودي ترخي من هنا، يبتدي يحصل تغير تاني في شكل مين؟ العدسة. خلاص كده؟ يبقى ده الاستراكشر بتاع مين؟ السيلياري بودي. طيب ايه بقى قصة كونتينيوس؟ ودي حاجة مهمة، احنا افتكر دايما انا واخدة هنا كرونال سكشن، تمام، بحيث مبين لي خط، بس خط زي ما انا رسمت من قدام كده في اول المحاضره ازاي برسم، برسمها خط، لكن طبعا كل ده كونتينوس، تمام، حوالين داير الاي بول كلها. اوكي، طيب الثالثه بقى اللي هي الايريس، اللي هي زي ما اتفقنا الجزء الملون من عينك ده اللي بيبقى في النص فيه ثقب اللي بينفذ الضوء، اللي بيدخل الضوء من هنا عشان حضرتك تقدر تشوف. تمام؟ طيب الديفينيشن بتاعها زي ما احنا شايفين، تسن كونتراكتايل بيجمنتد دايفرام ويز ا سنترال ايه هول او ابريتشر اللي هو البيوبل، انسان العين. طيب كل كلمه من دول ليها اهميه. كونتراكتايل لان هي من بره من هنا كده بيبقى فيها سيركلر مصل عامل زي السفنكتر، بيتحكم في ضيق واتساع البيوبل. لما تكونتراكت تضيق البيوبل وده في الضوء العالي، ولما تريلاكس توسع البيوبل وده لما يكون الضوء خافت. خلاص، طبعا البوزيشن بتاعها زي ما قلنا كده في اول المحاضره ما بين الكورنيا والايه واللينس، تحت الكورنيا بس مش لازقه فيها على طول، في سبيس بتاع الانتيريو تشامبر. تمام كده؟ طيب نشوف الاستراكشر بتاعها عباره عن ايه. الانتيريور سيرفيس بتاعها عباره عن ديسكونتينيوس لير من البيجمنتد سيلز والفايبروبلاستس هنا اول حاجه. تمام، الستروم عباره عن كونكتيف تيشو بيبقى هايلي فاسكولار واتفقنا ان هو بيجمنتد، واكوردنج تو كميه البيجمنتس دلوقتي هنعرف نشوف او هنقدر نعرف ليه العين دي زرقاء وليه دي خضراء وليه وانسون. خلاص، عند المارجن زي ما اتفقنا هنا في السفنكتر ماسل اوف بيوبل، تمام، اللي هتوسع وتضيق مين؟ العين. ومن ورا خالص في تو لايرز من الهيفلي بيجمنتد سيلز اللي لما يبقى فيها كمية قليلة من ميلانوسايتس يدينا اللون الأزرق اللي احنا شايفينه ده، تزيد قوي تدينا الايه البراون كالر، العين البني اللي بتاعت معظمنا. تمام،
ما بين الاتنين بقى درجات من الجراي والايه والجرين. يبقى مين اللي مسؤول عن لون حدقة العين؟ حدقة اسمها بالعربي، اعتقد انها بالعربي حدقة، تمام. مين اللي مسؤول عن لون العين؟ تمام، ال posterior epithelium of the iris اللي بيبقى فيه 2 layers من البيجمنتد سيلز. تمام كده، دي الايه؟ الايريس. طيب البيوبل، تاني البيوبل ده عباره عن هول في السنتر بتاع مين؟ الايريس، اللي من خلاله يبتدي يدخل ايه؟ الضوء للعين. شوف بقى الاي لينس، عدسه العين اللي بتبقى واقعة ورا مين؟ الكورنيا، يفصلها عن الكورنيا الايريس، لكن زي ما اتفقنا الايريس فيها ثقب ينفذ الضوء من الكورنيا لمين؟ يوصل للايه؟ لللينس. طيب لما اجي اعرفها عبارة عن ترانسبيرنت جيلي برضو لايك ستراكشر، عبارة عن مجموعة من البروتينز، تمام كده، مسؤولة طبعا عن انها ترسم صورة حقيقية توصل للايه؟ للريتنا بتاعة العين علشان اقدر اشوف. طيب نشوف الهيستولوجي بتاعها والستراكشر، عبارة عن ثلاثة لايرز. اول حاجة من قدام او من فوق ممكن نرسم، اول حاجة من قدام او من فوق هيبقى الكبسول، ماشي، من فوق كده يبقى الايه؟ الكبسول. طب ده عبارة عن ايه؟ ما دام كبسول يبقى كولاجين على طول، تمام، عبارة عن thick membrane formed of collagen which type type 4 ومجموعة من الجلايكوبروتينز، وطبعا بيبقى homogeneous وrefractile. طيب يجي تحتيه layer من الابيثيليوم، سب كابسولر ابيثيليوم، كيوبويدال ابيثيليوم تحت الايه؟ الكبسول على طول، خلاص كيوبويدال ابيثيليوم، كم واحده كده؟ كيوبويدال مين؟ ابيثيليوم، يبقى سنجل لاير من مين؟ من الكيوبويدال ابيثيليوم، تمام. وبعدين تيجي لاير ثالثه، ودي المين بلك، عباره عن مجموعه من الايه؟ الفايبرز، ثين وفلاتند، ماشي، و بتبقى بيتكونها الخلايا اللي موجوده هنا اللي هي السب كابسولار ابيثيليوم، بتصنع هي الفايبرز ديت، وكمان بتشارك في تكوين اللاير دي عن طريق ان الاولد فايبر الاولد سيلز منها بتدخل وبتتحرك لجوه كده، وبتبتدي تفقد النيوكلياي بتاعتها وتفقد الاورجينيلز، وبتدخل وسط اللايرز بتاعت مين؟ الفايبرز، خلاص. يبقى الايلينز عباره عن ثلاثه لايرز، من بره كبسول سيك وهوموجينس وكولاجين تايب 4 تايب بتاعه، تحتيه كيوبويدال سيلز، سنجل لاير من الكيوبويدال سيلز اسمها السب كابسولار ابسيليوم، تمام، اللي بتبتدي تصنع لي الفايبرز اللي بتعمل المين بالك بتاع اللينز، وكمان الاولد سيلز منها بتدخل في اللايرز بتاعه اللينس فايبرز، وبتفقد النيوكلياي بتاعتها والاورجانيلز، وبتشارك في الفورميشن اوف الايه؟ اللينس فايبرز، تمام. ده الاستراكشر اوف ذا لينس. نرجع تاني لقصه التشامبرز اوف ذا اي، فاكرين قلنا دي مين؟ دي الكورنيا، تمام تمام. طب ودي مين الزرقاء دي؟ دي الايريس، وهنا في الهول البيوبل الديفكت، وبعدين في اللينس اهي متعلقه في مين؟ السيلياري بودي ورا الايريس، وسايبه سبيس صغنن هنا كده، فالجزء الاولي اللي قدام دوت اسمه الانتيريو تشامبر، والجزء اللي لونه شويه جملي كده مثلا نقول، او بني فاتح كده، ده عامل البوستيريو تشامبر. الانتيريو تشامبر ما بين البوستيريو سيرفيس بتاع الكورنيا وما بين الايريس، في ايه؟ في اكواس هيومر، خلاص. طب والاكواس هيومر ده عباره عن زي ما اتفقنا ترانسبيرنت فلويد، خلاص، عامل زي البلازما،
فلويد ليكويد، تمام كده، في كميه من البروتينز بس قليله مش كبيره. وقلنا بيحصل درينج منين؟ فاكرين الليمبس او منطقه الليمبس اهي، اللي هي اللي تشينج من الكورنيا للايه، للسكلير. قلنا بيبقى فيه هنا كانالز اسمها كانالز اوف مين، وفي شلام، وبيحصل الدرينج هنا، تمام كده ماشي. يبقى دي الانتيرو تشامبر. نيجي بقى البوستيريو تشامبر اللي الحته الضيقه شويه الاضيق دي ما بين ظهر الايريس والفرونت او الانتيرو سيرفيس بتاع مين، اللينس. في ايه برضو هنا؟ في برضو هنا ايكوس ايه، هيومر، تمام. طيب نيجي بقى للمنطقه اللي ما ورا اللينس، ادي اللينس اهي، وادي اللاير الثالثه اللي هي الريتنا. طب الحته دي هل تبقى فراغ؟ لا مش فراغ، هنا في الفيتراس بودي، وده قلنا جيلي لايك سبستنس، ترانسبيرنت طبعا شفاف، خلاص عامل زي زلال البيض كده. ايه فايدته او ايه اهميته؟ ان هو عامل فيكسيشن للاستراكشرز بتاعت الاي كلها في مكانها، تمام. ده بيبقى فيه هيالورونيك اسيد، وده اللي مدي الجيلي كونسيستنسي بتاعه، تمام، وشويه من الكولاجين، وطبعا ووتر، في ميه كتير برضه، تمام. طيب انا دلوقتي ساي ادي الضوء هيدخل من هنا، شعاع الضوء داخل من هنا، يعدي على ايه ميديم اللي هتعمل له انكسارات وحاجات كده وهو ماشي؟ اول حاجه هيعدي عليها ويخبطها هي مين؟ الكورنيا. طيب دخل من الكورنيا، ورا الكورنيا في مين؟ الانتيرو تشامبر اللي فيها ايه؟ اللي فيها الاكواس هيومر، برافو. وبعدين يروح داخل على مين؟ على اللينس، تمام كده، ومن اللينس يروح داخل بقى معدي على الفيتراس بودي لحد ما يوصل لاخر لاير اللي هي الريتنا او النيورونال كود، تمام. كده احنا خلصنا الجزء الاول من المحاضره، يتبقى لنا النيورال كود اوف ذا اي بول والاكسسوارز بقى بتاعه الاي، الكونجنكتيفا، الايليدز اند سو اون. ده ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره. اتمنى يكون الموضوع وصل. لو في اي استفسار او اي حاجه، ار ويلكم ات اني تايم. السلام عليكم.